ناخد بقى جدول ترتيب الدوري العام بعد هذا الاسبوع 27. الزمالك في المقدمة برصيد 61 نقطة من 27 مباراة. المصري في المركز الثاني 43 نقطة من 27 مباراة. الأهلي في المركز الثالث 41 نقطة من 19 مباراة وله 8 مباريات هيبدأها بعد بكرة إن شاء الله الخميس أمام بيراميدز. سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة. طبعا لو كان هو كسب مباراة الإسماعيلي كان راح للمركز الثاني مباشرة. الاتحاد السكندري في المركز الخامس 38 نقطة من 27 مباراة. ام بي سادس 37 نقطة من 27 مباراة. مصر المقاصة السابع 36 نقطة من 26 مباراة. الجونة الثامن 35 نقطة من 27 مباراة. طلائع الجيش التاسع 34 نقطة من 27 مباراة. بيراميدز العاشر 34 نقطة ولكن من 22 مباراة. الإسماعيلي الحداشر 32 نقطة من 26 مباراة لكن واقع الأمر هم 35 نقطة. تم خصم 3 نقاط عشان موضوع نادي النجوم لكن على الجدول هم 32 نقطة. في المركز ال 12 سيراميكا 32 نقطة من 26 مباراة. غزل المحلة 32 في المركز ال 13 32 نقطة من 27 مباراة. المقاولون العرب في المركز ال 14 29 نقطة من 25 مباراة. أسوان في المركز ال 15 24 نقطة من 26 مباراة. البنك الأهلي أخذ 3 نقط ما شاء الله وراح للنقطة 22 في المركز ال 16 25 مباراة. وادي دجلة في المركز ال 17 22 نقطة من 26 مباراة. الإنتاج الحربي في المركز الأخير 17 نقطة من 25 مباراة. خلي بالك وانت لسه في الجدول. أما وادي دجلة كسب أسوان تصور وادي دجلة انه خلاص المعركة هتبقى بينه وبين أسوان على مين اللي ينزل تحت ومين اللي يطلع في المركز ال 15 وينجو منها الهبوط. ولكن إذا بالإنتاج الحربي يفاجئنا مفاجأة صارخة ويفوز على المصري في ملعبه وإذا بالبنك الأهلي أيضا يفاجئنا مفاجأة صارخة ويفوز أيضا بثلاثة نقاط مدوية عشان يتجمد الموقف تحت زي ما هو وهي كرة القدم. يوم الخميس عندنا مباراة وحيدة هي طبعا الأهلي أمام بيراميدز في التاسعة مساء بمشيئة الرحمن.